الرئيس ما هو النيو أنا أحب العربي. أنا عندي عن الأسانسور السوني بتاعي سيف شوي. أنا كي سيف اللي هو نعم. مرحبا بكم الناس كل. مرحبا بالدروسية كل. مرحبا بالمخاطير تاعك. مرحبا بالسادة الصحفيين الإعلاميين الأساتذة الأعضاء الهيئة رئيسنا. بارابور اللي قالوا راني مانيش وحدي. أول حاجة وراي جمهور عظيم. ثاني حاجة معايا أعضاء مخبئة. صحيح يمكن غلط وعارف اللي يخدم يغلط، أما كان غلط راهو نحس منين وكان نجح راهي مش مزيان. هذه حاجة أخي. حاجة أخرى جوست حبيت نقولها بارابور للي صار البارح. صحيح السيد الرئيس عطى الكرم شغل الكل، أما بعد نزيدو نعطيو شوية ديتاي. راهو منجموش نحطو الناس الكل هذيا قبل ما نمسك. مثلا فما عبيد زاد كلمة من السيد الرئيس عبد سرتو واحد فيها ما يقدرش نذكر اسمه اللي عملوا البارح. ثاني حاجة أخرى حاجة أخرى هذه اللي صار البارح. حاجوك نحب نقول لنا رجعنا للثوابت بتاع الاتحاد الافريقي في جلساتها العامة، في جلساتها التقييمية، في قانونها الأساسي، في التقييم القانون الأساسي، في كان فما ثغرات، كان فما حالات اكسبسيونال. نرجع للقانون الأساسي، ما لازمناش نتقو من القانون الصحاح، ما لازمناش نتقو من التأثير والهيكله الصحيحه. خل ساعات نسمع كلام علاش نرجعوا للحكماء، علاش استاتيوش فيه، هذا راهو يمنع، هذا راهو مسحيح. تفضل شفنا وعشنا من 2014 مثلا جلسه عامه حتى يمشي ل 2021 ومن بعد حتى يمشي ل 2022 اشترى جلسه عامه تقييميه قيل فيها دي رابور فينونسيي دي رابور غروب. شفنا السابق ضرب ما نعرف شيء، ما فهمنا شيء. على خلينا نرجع شوية للثوابت نتاعنا باش نجمو حتى كي نقعدوا نحكيو نبادلوا الآراء. عندكم معناتها إيش باش تقولوا لنا؟ عندكم نصائح؟ عندكم لوم؟ عندكم ملاحظات؟ عندكم أسئلة؟ وإحنا هنا لا أوصال. هذه حاجة. وحاجة أخرى نحب نقول بسامحوني قلت لك الله غالب شوية الشهر اللي تعدى الخارجي شهر كان سيء برشا علينا الكل. مرحبا بكم. مرحبا بكم.